الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وياكم المحاضرات الخاصة بـ Chapter Performance of Transmission Line. المحاضرة السابقة خلصنا بالـ ABCD Constant، الثوابت اللي يستخدمها بتحليل الدوائر الخاصة بالـ Transmission Line. راح أسوي ريفيو لآخر محاضرة، آخر المحاضرة واستمر. نجي على الكونستانت اوف ترانسميشن لاين، اي بي سي دي كونستانت. اذا تتذكر قلت لك نظام الترانسميشن لاين سيركت حاله حال اي نظام بي فور تيرمينال نتورك، مثل ما مبين في الشكل هذا. هذا هو فور تيرمينال نتورك. مقصود بالفور تيرمينال نتورك انه تو انبوت ويخرج من عنده 2 اوت بوت، فشوف داخل 2 انبوت خارج من عنده 2 اوت بوت. فاي نظام الفور تيرمينال نتورك لما يكون عندي 2 انبوت 2 اوت بوت، ممكن اني استخدم نظام الاي بي سي دي كونستانت في تحليل دائره الالكتريكال ترانسميشن لاين. فبالتالي الانبوت هنا عندي بالنسبه للتو تيرمينال انبوت هو يمثل البي اس ك متجه كفكتور والاي اس كفكتور. طبعا اوف 3 اوف 3 فيس ترانسميشن لاين، ونقدر نقول انه الفي اس تساوي اي في في ار زائد بي اي ار. هذه الميات كلها متجهات. الاي اس سي في ار زائد دي اي ار. فشوف هذا النظام تروح تلقاه مثل ما حكيت لك بالمحاضرة السابقة في أي نظام دوائر الكهربائية أو الإلكتروني، أي نظام يتكون من فور تيرمينالز ممكن أحلله بهذا النظام بهذا الشكل. فإذا النظام مالتنا بنريد نحلله هو عبارة عن بي اس اي اس، تو تيرمينالز بالانبوت، تو تيرمينالز بالاوت، حيث الفي اس يمثل سيندينج اند voltage period phase، الـ IS sending end current، الـ VR هي receiving end voltage period phase، والـ IR هو receiving end current. بالتالي الـ ABC، أما الـ ABCD constant، ABCD constant فهي complex number، complex number، ونسميها generalized circuit constant of transmission line. قيم ذن الكونستانت هذه الاي بي سي دي تعتمد على نوع الطريقه اللي انا جاي احلل بها الترانسميشن لاين وعلى نوع الترانسميشن لاين. يعني الاي بي سي دي كونستانت هي قيم تعتمد على مقدار، او عفوا على نوع الطريقه اللي قاعد احلل بها الخط وعلى نوع الخط نفسه. مجموعة من الملاحظات على الـ ABCD constant اللي لابد أن أخذها في نظر الاعتبار، أنه الـ constant ABCD هي complex number، مثل ما قلنا هي أعداد مركبة. هاي أول شيء. constant AD هي dimensionless، هي أعداد خالية من الوحدات، بينما الـ B وحداتها أوم والـ C وحداتها سيمنز. دائما الـ A يساوي الـ D. الملاحظة الثالثة، قيمة A هي نفسها تساوي قيمة D. فمرات بعض الأسئلة ما ينطيك D أو ما ينطيك A، أنت مباشرة تقول A يساوي D. For given transmission line، في أي خط transmission line هو الـ A في D minus في B minus B في C يساوي 1. هذه هي القواعد العامة للـ ABCD constant. زين، فبناء على ذلك فعندنا قاعدتين او هو قانونين اساسيين. مهما كان نوع الترانسميشن لاين، هو الفي اس يساوي اي في في ار زائد بي اي ار، والاي اس يساوي سي في ار زائد دي اي ار. من هذه قلنا قيم الاي والبي والسي والدي حددهم الترانسميشن لاين، تايب اوف ترانسميشن لاين. اخر شيء بالمحاضره السابقه اخذنا الشورت ترانسميشن لاين، وتذكر قولنا ترانسميشن لاين سيركت مالته هذا هو السيركت ترانسميشن لاين، الفي اس في ار، الاي اس هو نفس الاي ار. اذا تتذكر هسه او هو او المحاضرات السابقه، انه الاي ار
والاي اس متساويين، فاي اس يساوي الاي ار. اما الفي اس تساوي الفي ار زائد الفولت دروب اللي يكون هنا، ففي ار زائد اي ار في زد، اي ار في اي ار في زد زائد في ار. هسه لو جينا هذه المعادله قارناها في المعادله العامه للاي اس، هذه هي المعادله العامه للاي اس، فشوف معامل اي ار هو الدي هنا واللي مقداره هنا واحد، فشوف قيمته واحد، الدي قيمته واحد، بينما السي لو قارناها هي بالحقيقه هذه صفر في في ار، فاذا هنا قيمه السي يساوي صفر. نجي على المعادله الثانيه اللي هي في اس، في اس تساوي في ار زائد اي ار في زد. إذا قارناها ويا معادلة الـ VS نشوف قيمة الـ A هي واحد وقيمة الـ B هي Z، فإذا for circuit transmission line type short line هو الـ A يساوي الـ D ويساوي واحد، الـ B يساوي Z، الـ C يساوي صفر. بناء على العلاقة العامة اللي تقول A في D ماينص في B في C يساوي واحد، فشوف اي في بي هو واحد في واحد ما نزلت في صفر والنتيجة يساوي واحد. هذا هو بالنسبة لتحليل الترانسميشن لاين لما يكون عندي شورت ترانسميشن لاين. نجي على الميديوم ترانسميشن لاين، النوع الثاني من الخطوط. طبعا هنا عندنا ما تذكر انه عندنا ثلاث خطوط لتحليل ترانسميشن لاين. طريقة الاي بي سي دي دائما نستخدم فقط طريقتين في تحليل ترانسميشن لاين باستخدام الاي بي سي دي كونستانت، هي فقط التي ميثود والباي ميثود. فبهذه الطريقة اول شيء التي ميثود انه ناخذ الهول لاين نيوترال كاباسيتنس، هنا ناخذ قيمة كاملة للكاباسيتنس مثل ما مبينة في الدائرة انه قيمتها كاملة، هذه قيمة الواي ثابتة بين اي فيز او كاملة عفوا بين اي فيز والنيوترال، بينما قيمة الار زائد الجي اكس ال نصفها، وحدة تكون بجهة الاند سيندينج والثانية بجهة الاند ريسيفينج. اذا تتذكر القوانين، اذا قريت المحاضرة وقريت القوانين تلقى قيمة الـ VS بالنسبة لل تي ترانسميشن لاين ساوي الساوي في 1 الهبوط اللي يكون على الفي 1 زائدا اي اس في زد على 2، الهبوط اللي يكون على المقاومة والجزء الاول او الموانعة المربوط بجهة السيندينج. الفي 1 ايضا وجدنا له قانون او 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 لقيناه يساوي الفي 1 يساوي في ار زائد الفولت دروب اللي يكون على الار زائد دي اكس ار بجهة الريسيفينج، ف في ار زائد اي ار زد على 2. الاي سي التيار اللي يمر بجهة او بالمتسعة هو يساوي الاي اس، التيار اللي جايني من السيندينج نطرح من عند التيار الاي ار، تمام؟ فهذا هو الاي سي. زين الفي 1 ويساوي في 1 ونفس هذا الاي سي يساوي في 1 الفولتية اللي تكون هنا في قيمة الواي، حيث الواي هي شانت ادميتانس مقلوب الكاباسيتنس. فهسه شو نعوض؟ واي ال V1 هي عبارة عن VR زائد الفولتج دروب واللي يكون على ال IR في Z، فشوف VR زائد IR في Z على 2. نبسط هذه المعادلة، هذا ال IS يساوي، اذا ال IS يساوي ال IS يساوي ال IC اللي هسه قبل شوي وجدناه، هذا هو الاي سي، هذا قيمة الاي سي، واي في في ار زائد الاي ار زد على 2. منين اجت؟ اجت في 1 في واي، في 1 في واي، والفي 1 منين اجت؟ في 1 هي الفي ار زائد الفولتج دروب اللي يكون على الزد على 2 بجهة الريسيفينج اند. نجي هسه من وجدنا اي سي راح اروح اوجد قيمة الاي اس، الاي اس يساوي الاي ار، هذا هو الاي اس، هذا الاي اس اي ار زائد الاي سي، الاي ار هو اي ار ما عندنا به مشكله نفسه، بينما الاي سي هو واي في ار، واي في ار زائد اي ار في زد واي على 2. ابسط هذه المعادله اكثر،
اي اس يساوي واي في ار واي في ار زائد اي ار عامل مشترك 1 زائد واي زد على 2. هاي حاول بقلم وورقه وتبسط هالعلاقات. هسه هذه المعادله الاولى، هذه هي المعادله الاولى، معادله من؟ معادله الاي اس. زين هسه هذه معادله الاي اس خلصناها. البي اس يساوي في ار زائد اي اس في زد على 2. في اس يساوي الفي ار زائد الفي ار، هذا الفي اس في 1 اللي هي في ار زائد اي ار زد على 2 زائد اي اس زد على 2، تمام؟ اللي هي جايه من الاساس في 1 زائد اي اس زد على 2. عوضنا الفي 1 اللي هي تساوي علاقه في ار زائد اي ار زد على 2 زائد اي اس في زد على 2. اجي اعوض قيمه الاي اس، في اس من عوض قيمة الـ الاي اس من نجي نعوض اللي هسه قبل شوي وجدناه اللي هو واي في ار زائد اي ار 1 زائد واي زد على 2، نعوضها بهذه المعادلة راح احصل على ان في اس يساوي 1 زائد واي زد على 2 في ار زائد زد زائد واي زد تربيع على 4 اي ار. هسه صارت عندي معادلة الاي اس اللي هي هاي، معادلة الفي اس اللي هي هاي، اقارنها بالقانون العام اللي هو في اس يساوي اي في اي ار زائد بي اي، عفوا اي في في ار زائد بي اي ار. هلا نكتبها هنا، الفي اس تساوي اي في ار زائد بي اي ار. هسه لو جينا قارنا هذه المعادله ويا هذه ويا معادله الفي اس، ايش راح اشوف قيمه الاي؟ قيمه الاي يساوي 1 زائد واي زد على 2، بينما البي يساوي زد زائد واي زد تربيع على 4، تمام؟ هذه البي تساوي تقدر تقول هي عامل مشترك الزد 1 زائد واي زد على 4 في زد، هاي قيمه البي، والاي يساوي 1 زائد واي زد على الاي اس يساوي يساوي سي في ار زائد دي اي ار. هسه اذا قارناها مع هذه المعادله مال الاي اس، هاي هذه معادله الاي اس قارنها ويا هاي، راح اشوف قيمه السي هي واي والدي يساوي 1 زائد واي زائد على 2 اللي هي نفسها الاي، وعليه وجدنا قيم الاي بي سي دي الكونستانت. حاول بايدك طبعا مثل ما قلت لك توجد هذه العلاقات، تطبيق مباشر قيمه الفي 1 شنو هي اللي انت دارسها قبل شويه، قيمه الاي اس الاي سي تجي تعوضهم، راح تلقى قيمه الاي اس، تجد قيمه الاي اس وتجد قيمه الفي اس، تقارنها مع القانون العام راح تجد الكونستانت اللي هي الاي بي سي دي كونستانت. إذا جينا طبقنا العلاقة الـ AD ماينس BC يساوي 1، المفترض يطلع قيمتها يساوي 1. هسه من تجي تعوض هذه القيم اللي طلعناها يطلع قيمتها 1. خلصنا من اشتقاق الـ ABCD constant للـ T method medium transmission line. نجي على الطريقة الأخرى اللي هي الـ BI method. بهذه الطريقة مثل ما نعرف أنه هي الكاباسيتنس تتنصب مثل ما مبين بالشكل أمامك، بينما الزت اللي هي ار زائد جي اكس ال تبقى ثابته. الواي هي جي اوميكا سي، الزت هي ار زائد جي اكس ال، الاي اس بالنسبه تيار الاي اس هو يساوي مجموع تيارين اي سي 2 زائد الاي ال، الاي اس يساوي الاي ال زائد الفي اس في واي على 2 باعتبار انه الاي سي 2 هو في اس واي على 2. هسه لهنا فهمنا شنو هو الاي اس، خلينا نروح نجي نلقى الاي ال شنو هو. الاي ال يساوي اي ار زائد اي سي 1، صح؟ سنبين بالشكل قدامك انه الاي ال اللي هو يساوي مجموعة الاي ال، هنا فقط تسمية مو مقصود بها اللود، خليها في بالك، مو مقصود بها اللود وانما تسمية اي ال. فالاي ال هو مجموع الاي ار زائد اي سي 1. احنا الاي ار ما عندنا بيه مشكله، سواء واحد يسال انا ليش هيك جاي او اريد ابسط المعادله اكثر، ابسط المعادله اكثر حتى ارجع لقانون العام الصيغه العامه اللي هي يساوي في اس اي في في ار زائد بي اي ار، اي اس يساوي
سي في ار زائد دي اي ار، فلازم اني واحد من الاطراف هو في اس والاطراف الثانيه في ار اي ار، واحد من الاطراف اي اس الطرف الثاني في ار اي ار حتى اوصل للصيغه العامه مالتي. فاذا هسه راح شو اسوي اني؟ احاول القى الصيغه العامه مالتي حتى اقارنها مع ما يطلع عندي واوجد قيمه الاي بي سي دي. تمام؟ فهسه نرجع الاي ار يساوي اي ار زائد اي سي 1. هسه الاي ار ما عندي مشكله عوفه اترك الاي ار، ليش؟ لان انا لقيت واحد من الاطراف هو الاي ار، خلي اروح ادور اي سي 1 شو يساوي. الاي سي 1 يساوي في ار الفولتج دروب الفي ار في الواي على 2 اللي هي نفسها المتسعه اللي قسمناها على 2. اذا لقيت الاي ار هسه ارجع اطبق. هسه لهنا لقيت هذه العلاقه انه اي ار يساوي اي ار زائد اي سي 1 ويساوي اي ار في ار واي على 2. هسه هذا من نرجع نعوضه بالمعادله هاي، هسه هاي حصلتها، من نرجع نعوضه بهاي المعادله يبقى عندي في اس بالطرف، يبقى عندي في اس اذا اشوف اي ال تمام صفه بدلاله الفي ار اي ار زائد في ار واي على 2 هذا الاي ال. بقى الفي اس، الفي اس هذا ما اريده بهذا الطرف، اريد في ار واي ار فقط بهنا. فهسه لهنا تركت الحل مالتي، خلي اروح اوجد الفي اس ورا هالنوب ارجع اعوضها هنا حتى القى الاي اس بدلاله الاي ار في ار. فهسه نروح للفي اس، الفي اس مثل ما قلنا هو يساوي في ار زائدا الفي ار، تمام؟ الفي اس يساوي في ار زائدا اي ال في زد الفولت، الفولتيه اللي هنا زائد الفولت دروب اللي يكون على الزد. فهسه اعوض في ار بقيه كما هي اي ار وجد اي ال عفوا وجدته هو اي ار في ار واي على 2. ففي ار نزلناها الاي ال عوضناه اي ار في ار واي على 2 في زد. ابسط المعادله اكثر راح تكون في اس يساوي في ار في واحد باعتبار كل اثنين مشابهين اخذتهم، فهذا معاملها واحد وهي معاملها اي ار، هاي معاملها اي ار من ندخل اي ار على الزد راح يصير اي ار في زد زائد اي ار عفوا في ار واي على 2 في زد، فمعناها معاملها واي على 2 في زد. فاخذنا المشابهين، هذا تتبسط بعد اكثر طبعا حتى تصير عندك هاي من تتبسط. انتبه لي على هاي المعادله، هاي المعادله من تتبسط خلي اوضحها لك اكثر. هذه المعادله من تتبسط شو تصير؟ تصير في ار زائد اي ار في زد زائد في ار واي على 2 في زد. فاذا اخذنا كل معامل في ار واحد راح يصير عندك واحد هاي معاملها واحد زائد واي على 2 في زد هاي معامل في ار زائد اي ار في زد. هسه هذه المعادلة مثل ما تشوفها هسه قدام عينك انه كلها في اس بجهة الفي ار اي ار في جهة اخرى، يعني مبدئيا اللي قدام هسه نقدر نقول انه قيمة اي هو واحد زائد واي زد على 2 وقيمة بي هو زد. هسه لنا اوكي وجدنا الاي والبي. هسه نروح للسي، السي من نجيبها؟ نجيبها لازم من معادلة السي والدي من معادلة الاي اس. فهسه نروح لمعادلة الاي اس، الاي اس يساوي اي ال زائد في اس واي على 2. الاي ال موجود مقداره اي ار زائد في ار واي على 2، تمام؟ هذا تمام وجدناها. زائد الفي اس، هسه معادله الفي اس منين نجيبها؟ معادله الفي اس هسه وجدناها هي في ار واحد زائد واي زد على 2 زائد اي ار في زد. هسه عوضها، خلينا نعوض، هذا عوضناه. اي اس يساوي الاي ال اللي هو اي ار زائد في ار واي على 2، هاي معادلته اي ار زائد في ار واي على 2 زائد واي على 2، هذا المعامل المضروب في الفي اس واي على 2. في اس اللي هي 1 زائد واي اللي هي في ار 1 زائد واي زد على 2 زائد اي ار زد، كل هذا المقدار اللي هو الفي اس هذا يمثل مضروب واي على 2. ارجع اعيد لك هاي المعادله منين اجت؟ المعادله هاي اجت من هذه المعادله. المعادله اس تساوي الاي اس اي ال زائد في اس واي على 2. الاي ال وجدناه بعد ما بسطنا لقينا اي ار في ار واي على 2، هذا اي ار في ار واي على 2.
هاي الواي على 2، هذه هي الواي على 2. الفي اس وجدناها قبل شوية، شو تساوي؟ في ار 1 زائد واي زد على 2 زادا اي ار في زد، كل هذا المقدار مضروب في واي على 2. هسه هذا اذا تنتبه له عبارة عن في ار اي ار، فقط راح ابسطه واوجد قيمة البي والعفو السي والدي. فمن راح ابسطها راح يصير اي ار، هاي بيدك ورقة وقلم، اي ار في ار واي على 2 زائدا في ار واي على 2 زائدا في ار واي تربيع زد على 4 زائدا واي ار واي اي ار زد على 2. هسه هذه اجي ابسطها، ابسطها هنا، من ابسطها راح القى اي ار 1 زائدا واي زد على 2 زائدا في ار واي 1 زائدا واي زد على 4. تمام. طبعا فقط خلي نوضح اكثر هذه المعادله، اذا نريد نوضحها اكثر، اللي من نجي نقارنها مع معادله الاي اس اللي هي يساوي سي في في ار زائد دي في اي ار. هسه اذا قارناها الدي، هذه هي قيمه الدي اللي هي تساوي 1 زائد واي زائد على 2، والسي تساوي واي بين قوسين 1 زائد واي زت على 4. فشوف الاي اوتوماتيكيا هي المفروض تطلع تساوي دي، وتساوي دي ويساوي 1 زائد واي زت على 2، بينما البي يساوي زت، السي يساوي واي في 1 زائد واي زت على 4. هذا نفس الموضوع، اذا اخذنا هذه القيم طبقنا اي في دي ماينص في بي سي المفروض يطلع 1، هذا تعوضه راح يطلع قيمته 1، جربه بالقلم راح يطلع قيمته 1. هذا بالنسبة للموضوع الثاني أو الطريقة الثانية اللي هو طريقة الـ T أو الـ By Method. زين.